نجمة سيرين عبد النور بترجع للسينما بعد عدة مسلسلات درامية ناجحة من خلال فيلم سوء تفاهم اللي بيحكي عن فتاة لبنانية عم تبحث عن فارس أحلامها والصدفة اللي بتجمعها بشاب مصري. سوء تفاهم إخراج أحمد سمير فرج وبالاشتراك مع شريف سلامة، أحمد صلاح السعدني ورجاء الجداوي. معكم ببابا سبيشال كفرج وهالمرة من الأفان بريمير الخاصة بفيلم سوء تفاهم اللي جمع بالأدوار الرئيسية النجمة سيرين عبد النور، شريف سلامة وأحمد السعدني، ونحن بانتظار وصول الكاست والكرو الخاص بالفيلم لنعرف أكثر منهم عن مجريات التصوير ودورهم بالموفي، بالإضافة طبعا لعدد من السليبرتيز اللي رح يتوافدوا تباعا على ريد كاربت ورح يكون لنا معهم اكسكلوزيف انترفيوز. كيف كانت أجواء الريد كاربت؟ بنشوف سوا. نادين، شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصالة اللبنانية والعربية؟ بدي أقول أكيد مبروك الفيلم، إن شاء الله يا رب بشوف النجاح اللي هي بتتمناه وبتحلم فيه. أنا مبسوطة كثير إنه عم شاركها اليوم بافتتاح الفيلم تبعها، بما إنه هي زميلة وصديقة وأنا بحبها كثير، والله يوفقها بكل شيء بتعمله، بتستاهل كل الخير. بعد النجاح اللي حققتيه بفيلم لو على رمضان، بشو في مسلسل جديد بتعطينا فيه لرمضان ورح يكون بالنجاح اللي كان فيه مسلسل لو؟ أكيد إن شاء الله توفيق من عند الله يا رب. رح يكون عندي مسلسل اسمه تشيلو، هو إخراج سامر بركاوي وكتابة نجيب نسير ومن إنتاج صادق الصباح. تشيلو قصة كتير حلوة، دراما ميوزيكال بنفس الوقت، هيك بوزع وبيبسط كتير حلو المسلسل. الله راد لرمضان. وردة الصبح من إيدي لعيونك يا ليل، أحلى حلويات كلتها ببيروت عند الكسلة بليك. حبيت حدا غير. إن كان بالسينما أو بالمسلسلات، قد مهم نشوف هالمزج من كل الوطن العربي إذا بدك بموفي، وقد إيه هالشيء بيسهل إنه الفيلم أو المسلسل يكون عنده السوق أكبر كتوزيع يعني. أنا بشوف هذا الشيء كثير طبيعي ومنطقي، لأنه بالنهاية الدراما إن كان بالتلفزيون أو بالسينما هي بتشبه الواقع، والواقع اليوم هو اختلاط، وأنا مع هذا الاختلاط 100%. بعد اتهام اللي كسر الدنيا فينا نقول برمضان، شو عم تحضرين لنا مسلسل جديد بالوقت الحالي؟ أنا هلأ عم ينعرض فرصة ثانية على الام بي سي ورح ينعرض بلبنان قريباً، ونحن أنا عم حضر كتير مسلسلات بيبلشوا تصويرهم بشهر 3 و4 إن شاء الله إذا الله رب. مين نيلو فوزي؟ محجوزناها الجناح الملكي في الأوتيل ومتوصي عليها في كل حتة. أميرة مهمة جدا جاية مخصوص عشان تحضر المعرض وتشتري الألماس. نجم مارك عبد النور، أهلا وسهلا فيك بباب أب عبر الـ LBC وقنوات روتانا. ثلاث تياب الحلوين هون. مرسي، ثانك يو. هلا كيفك؟ سبا. شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصالة اللبنانية؟ بدي أقول لقربتي مبروك، الله يهنيها ووفقها بالفيلم. أصلا عودتنا سيرين كان بالأفلام إن كان بالمسلسلات وإن كان بكل شيء على طول مميزة ومتألقة، بتعرف تنقي أدوارها منيح، بتعرف تنقي أبطال اللي بمثلوا معها. أنا قبل ما أفوت على الفيلم مأكد إنه حيكون فيلم كتير حلو. مبروك لإلها ولكل إكيب العمل، للمخرجين، للمنتج، لكل الممثلين اللي معها، الله يهنيها فيه. ثانك يو. مالك عم تحضر شيء جديد حاليا من ألحان أو غناء أو توزيع؟ حضر لك شيء كتير مهضوم وغزل هالمرة، لأنه الغنيتين قبل كنت شوي هجومي، أخذت مني كتير حلوة كلمات والحين سليم على السيف، أنا حوزعها أكيد. بعنوان؟ خلي العنوان شوي خليه مفاجأة لينزل، بعد شي شهر الله راد حنزلها. ماجي، شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصالة اللبنانية؟ بدي أقول لها ألف 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 مبروك، سيرين نجمة ومحبوبة ومهضومة وعاملة فيلم كتير حلو، هلأ راح تشوفه. أنا شفت هيك جزء كبير منه إذا بديك، وفيلم شغلة من قلبها وبتجنن، بتاخد العقل. بدي أقول لها ألف مبروك، بدي أقول لها كلنا جايين اليوم نهنيك مثل ما أنت دايما بتكوني حدنا وبتهني وبتشجع السينما اللبنانية، فنحن حدك. ماجي بغصن، ما فينا ما نحكي عن النجاح اللي حم بحققه فيتامين، إن كان بنسبة المشاهدة أو هالقبول اللي لقاه عند الجمهور، قد إيه أنت سعيدة بهالشي؟ أنا كتير 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 مبسوطة، لامبارح صرنا 170,000، وبعده الفيلم عم بيلاقي إقبال كبير، مش بس بلبنان، بالأردن وبالخليج وبسوريا، فهيدا الشي بيكبر القلب
والحمد لله اطمنا على فيتامين، لازم نبلش نفكر بالخطوة التالية بالسينما كمان. أنا هلا شو بدي أعمل؟ لازم أعرف ليش هيك عامل فيه. الله، ليه الغباوة دي؟ بتعرف من وين الحفلة؟ إذا من هون ولا من هون ولا من هون ولا من هونيك ولا من وين؟ بصي هو صراحة أنا تايه زيك بالضبط. بداية شو بتحب تقول اليوم للنجمة سنين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصلاة اللبنانية؟ ألف مبروك سيرين، وي بليف إن يو، وهي أدت دور رائع. أنا حضرت الفيلم، إن شاء الله حيعجبكم وشيز أميزين. بدي يعطيها العافية هي وكل فريق العمل، ولكل فريق اللي عم يشتغل بصناعة الفن السابع اللي عم يبدو أنه عم بلاقي محله بلبنان. فلو قدرنا بهالبلد اللي عم بيعاني ضربات كتيرة من حوالي من مئات السنين، لو قدرنا انه نصنع سينما فنحن بنكون حققنا اكبر انجاز صناعي واعرق انجاز صناعي. سيرين هي من اصدقائي، يعني سيرين مقربه جدا لإلي، ومع كل خطوه نجاح بتقوم فيها سيرين بحس حالي انه انا كمان عم بنجح. فاكيد اليوم من الطبيعي انه يكون حدا وادعمها، ولانه بيربق لها سيرين من النجمات اللبنانيات اللي قدرت تصير عربيه بنفس الوقت. يعني مثل ما عم تشوفي في كم من النجوم اليوم ومن الاعلاميين كلهم اصحاب مع سيرين، اجوا حتى يشجعوا، وخاصه انه الفيلم مصري، فيمكن هيدا شوي اذا بدك خطوه جريئه من المنتج والقيمين انه يبلش عرضه بلبنان. بس سيرين اسم بشد المشاهد على لا يجي يحضروها. اكيد كلمه اخيره لكل اللي عم يتابعوك اليوم عبر ال بي سي وقنوات روتانا. بدي اقول انه انا قلت لك اياها قبل، انا معجب بكل شيء بتعمليه، وبدي اقول لكل المشاهدين روتانا والال بي سي الفضائيه ان شاء الله يا رب مثل ما دائما في ايفنت عم يكونوا حلوين بلبنان، نضلنا هيك نشعر بهيدي المحبه وهيدا السلام الداخلي اللي عم نقدر نعكسه ونوصل صوره لبنان باجمل صوره. ثانك يو، جود لك. ميرسي، ثانك يو. وانا اتسرب مني الماظب لكده ومن بيتي كمان. لو ظهرت انا في الصوره دلوقتي يمكن لبسها ابن اخويا اللص الحرامي. معقوله شفتك تاني؟ وحشتيني قوي يا حبيبتي. سيرين اكيد اليوم مبروك، عم تفتتحي سوء تفاهم بالصلاة اللبنانيه، خبرينا اكثر عن دورك بالموفي. اللي كان بفضل انه تحضروا الموفي، انت كصحفيه تقولي وتنقلي شو شفتي بالموفي. هل هو دور لايت كوميدي ورومانتيك كثير، رومانسي خليني اقول، وحلو حلو هيك لايت اذا بدك، وبالاجواء اللي نحن فيها كثير من الكآبه يمكن هذا الفيلم اجى بوقته. هلا لينا بتخترب حياتها لما تلاقي فارس احلامها وتلاقي الحب، هل برايك الحب فعلا بيقدر يخرب حياه شخص؟ ايه، ما انا دايما بقول انه الحب هو سلاح ذو حدين مثل ما بيقولوا، يعني اذا ما عرفتي تحبي الشخص المناسب رحت عليك. ليك ما يغشك انه انا قموص وفستان ورقه وهيك، لا انا قويه وبعشقك. شو هيدا؟ اشتغلتي بالتلفزيون واشتغلتي بالسينما، وين سيرين عبد النور بتلاقي حالها اكثر؟ هيك كثير مهم عند الممثل التلفزيوني انه يعمل افلام سينما، لانه بالاخر هيدا حلم كل فنان. بعدين لما بتشتغلي بالتلفزيون بتفوتي انت ضيفه عند العالم، بينما لما بيجوا هن على السينما يعني هن جايين يشوفوك، ولانه بحبوك شغله مهمه بالنسبه للفنان ومعنويات قويه. شو بتحب تقولي لكل اللي بحبوا سيرين عبد النور عبر ال بي سي وقنوات روتانا ببرنامج باب اب؟ بدي اقول لهم انا بحبهم كثير، وميرسي لكل حدا بحبني ولكل حدا بيدعمني اذا بدي بموهبتي وبشخصي، وبدي ادعيهم يجوا يحضروا سوء تفاهم، لانه بعتقد وبكل تواضع رح يكون فيلم حلو. لو كشفت لنا ولا الجماعه لينا علاقه بيه. صغرت له اسمه؟ انت وديته الوقت فين؟ مش هيتكربش اكيد. سيرين تستاهل، وعلى طول هي ناجحه وجماهيرها كثير كبيره بالوطن العربي، يعني نحن عندنا تجربه كبيره مع طول بالتصويت، بيصير على طول اسمها باول اسامي بتصدر اللائحه على طول، فبنقول لها مبروك وان شاء الله يكون الفيلم وجهه خير عليها. بقول لها لسيرين عبد النور، اثبتتي عبر السنوات انك نجمه سينمائيه بامتياز، تابعي بهالنجاح، ومن نجاح كبير لنجاح اكبر ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفيلم عند حسن ظن الجمهور. دكتور هرات، شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم؟ بتعرفي لما كان الحكي انه بدنا نجي على الاوبننج، قالوا لي كيف بدك تروح في عزفه برا وهيك؟ قلت لهم سيرين بحال ذاتها هي عزفه، انه عامله ضجه بالبلد، يعني مش معقول. انا بحبها كثير بكل الاسعده، بالدراما بحبها، بالغنى، بكل المجالات، هي فنانه بكل معنى الكلمه. بدي اتمنى لها استمراريه، بس بلا معنى، لان هي رح تستمر
كتير 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 كتير. مش ده عين سيس. أنا معاك مش هسيبك. شايل معايا هدية فرح. لينا العقد تحفة. فرقني معايا شغلة واحدة بس، إنك أنت كذبت علي. من بيع من التريلر تبع الموفي إنه شكله موفي حلو ولذيذ. وإن شاء الله بدوام النجاح، لأنه بحاجة إنها ترجع تنشط بظل كل الجو اللي عم نعيشه بالعالم العربي، تنشط شوي السينما العربية إن شاء الله. وسام ريدي ممكن تشوفك شي نهار كممثل؟ بتعرفي المشروع مطروح دايما، بس دايما كان عندي علامة استفهام على موضوع التمثيل. إذا فيلم إيه، بس إذا غير فيلم لا. بداية أكيد مبروك الموفي اليوم اللي عم تفتتحوها بلبنان سوء تفاهم، خبرنا أكثر عن دورك بالفيلم. فيلم رومانتيك كوميدي، في أكشن، شخصية جديدة أول مرة أعملها، وأعتقد أنه هيلاقي نجاح لأن كان في مجهود كبير طول الوقت، وأتمنى أنه يعجب الناس. وتحضيراتك الجديدة بشو بتوعدنا؟ إن كان بالتمثيل بمسلسلات أو بموفي؟ لا، أنا رفضت أكثر من عمل رمضان، وحاليا بقرأ فيلم، وأتمنى أنه يعجبني وأكمله. كيف كانت المشاركة البطولة مع النجمة سيرين عبد النور كمان؟ أكثر من رائعة، كان في تفاهم طول الوقت، وأنا وسيرين أصدقاء، وكان في روح حلوة في الشغل، وأعتقد إن الروح دي الناتج بتاعها هيبان على الشاشة. لا خليها لك مفاجأة. وأنا بموت في المفاجأة. دور غريب شوية، أتمنى إنه يعجب الناس وجديد عليا، و يعني اجتهدت فيه بقدر المستطاع، وأتمنى إنه يعجب الناس. وبعد سوء تفاهم شو عم بتحضر لنا من أعمال جديدة؟ أنا بحضر مسلسل اسمه الكبريت الأحمر، تأليف دكتور عصام الشماعي وإخراج الأستاذ خيري بشارة وإنتاج شركة رايت ماركتينج، بيتكلم عن الجن. هو حاجة جديدة برضه يعني. نسرين شو بتحب تقول اليوم لسيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم سوء تفاهم بالصلاة اللبنانية؟ بدي أقول ألف مبروك لسيرين، وبدي أقول كمان للمنتج جمال سنان ولصادق الصباح ألف مبروك. واليوم عندي تمني أنا أكثر إنه نحن ندعم السينما اللبنانية، لأنه من كم يوم بس عرفت أنه فيلم سينما يلي نزل من حوالي شهر اسمه يلا عقبالكم تسرب، وهيدا فيلم لبناني. بهيدي الطريقة لما ما بيكون في دعم وحماية لأفلامنا السينمائية، نحن بهالطريقة ما عم نشجعهم أنه يعملوا سينما. فأنا اليوم بدي أطلب من الوزارات المعنية ومن النقابات أنه يحموا السينما اللبنانية من هيك تسريبات، يعني لأنه لما كل هالناس اليوم جاي تحضر معناتها السينما بألف خير، بس لازم النقابات المعنية تحمي السينما والأفلام تما تتسرب. جو شو بتحب تقول اليوم للنجمة سيرين عبد النور اللي عم تفتتح فيلم مع سوء تفاهم؟ أول شيء سوء تفاهم بلبنان صار كتير، والعالم العربي صار فيه كتير، فنحن بحاجة لنفك هالسوء التفاهم لنقدر نعيش بسلام. سيرين بدي أقول لها أنت نجمة وقدرتي تعملي مكانة بلبنان ومصر وبالعالم العربي، فبتمنى النجاح لها. وكتير حلو وجود شركة الصباح لشأل ووجود وحضور الفيلم اللبناني، فهيدا وجود كتير حلو عنا أنه الصحافة والناس، هيدا كلياته بيدل على الحياة وحب الحياة للبنانيين. بيقهرها وبيبكيها وبيعذبها وبيدمر لقلبها كرمالها. كانت أجواء الأفاب خمير من فيلم سوء تفاهم اللي جمع بالأدوار الرئيسية سيرين عبد النور، شريف سلامة وأحمد السعدني. كل الأخبار الجديدة على برنامج باب أب LBC وقنوات روتانك. رجا ناصر الدين، جورعد، نادين ناسي بنجان، شريف سلام، أحمد.